وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالبدء في إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة كلنا واحد، وده لتوفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة بالأسعار المناسبة مع الحفاظ على جودتها، وده كان بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الأعباء عن المواطنين، واللي بدأت من خلال توفير السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة عبر المنافذ الثابتة والمتحركة، ولاقت استحسان وإشادة من جمهور المواطنين. شهدت المبادرة إقبال جماهيري مكثف وسط أجواء احتفالية بإذاعة الأناشيد والأغاني الوطنية، وإشادة المواطنين بجهود وزارة الداخلية في تخفيض أسعار الخضروات والفاكهة اللي تراوحت من 20-40% أقل من الأسواق. خلينا نشوف التقرير ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. مع استمرارية تفعيل مبادرة كلنا واحد بتوجيه من رئيس الجمهورية، والتي بدأت بتوفير السلع الأساسية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عبر المنافذ الثابتة والمتحركة، أطلقت المرحلة الخامسة من المبادرة لتوفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة وجودة عالية بعد الارتفاع الكبير فيها في الفترة الأخيرة. مديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أقامت منافذ ثابتة ومتحركة لهذا الغرض بالاتفاق مع التجار، وتم طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بتخفيضات وصلت من 20-40% في المناطق ذات الكثافة والأشد احتياجا، وبإشراف ميداني من مدير الأمن، حيث شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء لما لمسوه من فارق كبير في الأسعار، وأشادوا بهذه المبادرة التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية. كمان مبادرة كلنا واحد وصلت للواحات، نروح نتابع ونشوف أجواء الواحات بعد مبادرة كلنا واحد ونرجع تاني. تفضل. كلنا واحد حقيقة لا شعار فقط لمبادرة وزارة الداخلية، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فلم تحول المسافة الطويلة والتي تقدر ب 365 كيلومتر دون أن توجه الوزارة قافلة من المساعدات المتنوعة تحت هذا الشعار لأهالي الواحات البحرية من عينية ومادية لكشف طبي وخدمات الأحوال المدنية والمرور. الرسالة دي رسالة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كلنا واحد، أن احنا نوصل لكل أماكن موجودة فيها الشعب، حتى في النجوة، حتى في القرى، حتى في أبعد الأماكن. دي بداية، والقافلة هتكمل في بقية القرى وبقية النجوع اللي موجودة في الواحات، بنوصل لغاية بيوت الناس في القرى مش في مدينة الواحات بس. 3 أيام هي المدة التي قضتها القافلة بالواحات، والتي تقع إلى الجنوب الغربي من الجيزة بإشراف ميداني من مدير أمن الجيزة. تم خلالها تقديم مساعدات عينية ومواد غذائية ومنتجات جلدية ومستلزمات مدرسية لأهالي المنطقة، ودفع مصروفات مدرسية لغير القادرين، فضلا عن استخراج شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وتراخيص السيارات، إضافة إلى الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات وصرف ما يلزمهم من أدوية، مع إجراء عمليات للحالات التي تحتاج لذلك بمستشفيات الشرطة. احنا في عدد من التخصصات، الجراحة والعظام والجلدية والأطفال والبطنة والأنف والأذن، تم توقيع الكشف الطبي في أول يوم على عدد 315 مواطن في تخصصات مختلفة، وتم صرف العلاج والأدوية اللازمة ليهم كلهم. شكر وامتنان من أهالي الواحات لهذه المبادرة الإنسانية التي لم تترك مجالا يخفف عن المواطن ولو قليلا إلا وتطرقت له، حيث كان الحرص على التوجه إلى المنازل لتوزيع هذه المساعدات. لما سمحت إن هنا بيعملوا بطائق، فجبت البطاقة وجيت هنا للباشا، فقلت له في استثناء يا باشا علشان السن؟ قال نعم. جاي اعمل بطاقه، المعامله كويسه وكل حاجه تمام وكل حاجه باحترام وادب وكل حاجه. استمرت ببلاش وموجوده، والحمد لله الخدمه موجوده الحمد لله. شفت مجاني من غير فلوس من غير حاجه، خدت العلاج كله. كشفت عظام وكشفت بطنه وفي جميع التخصصات الحمد لله. ويا ريت كل شهر تقول لنا مرتين على اقل حاجه او 3 مرات. انا كاشفه على عيني وطالبه عمليه بالليزر. والدكتوره ربنا يبارك لها يعملها لي. انا ولا شيء الحمد لله، اداني العلاج ومية ومرتاح كل شيء. كل اللي يحب بلد وبلد بتحبه كده، عايش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده، فرح بلدنا كمان وكمان طيبه ولاد. بعد المسافات لا يحول دون تطبيق مبادره كلنا واحد التي يراها المواطن.